نوره فتحي في هذا العمل موجوده. نوره فتحي انا واحد من الناس اللي مسوي لها فلو في الانستغرام على فكره واسوي لها لايكات. ليش؟ لان انا تجذبني شغلات الحركات البهلوانيه اللي تعملها، سواء كان في الرقص سواء كان في امور مثل هذه. يعني هذه الاستعراضات انا تعجبني اشوفها، لكن مو معناته الانسان اللي يعمل جمباز، اللي يعمل استعراضات، اللي يعمل حركات خطيره بهلوانيه اللي اشوفها مثلا في السيرك ولا اشوفها في احدى المنصات الالعاب اقول عليه هذا فنان يعرف يؤدي ويمثل تمثيل جيد جدا. لا، هذا مش اداء. دائما دائما وابدا الاداء لازم يكون عبارة عن حركة شفايف وحركة وجه وعضلات الوجه كيف تتحرك مع الأداء. وأنت يوم تقول الحوار لازم يكون حوارك متوازي مع الحركة ومع المشهد نفسه. للأسف نورة فتحي ما عند هذا الشيء. نورة فتحي في كذا لقطة من هاللقطات، أولا هي هندية في هذا الفيلم، تعمل دور واحدة هندية مسلمة، لكن يوم تلفظ ألفاظ فيها كلام عربي. الهنود ما يقولون الله، يقولون الله. الاكسبريشن مال وجهها غلط مع المشهد. هي في الاكشن، في الحركات البهلوانيه، في الحركات الامور هاي جيده جدا. للاسف الاغنيه مالتها زاليما كوكاكولا مش موجود في هذا العمل. يمكن هذا يعتبر شيء سلبي حق الفيلم. المشاهدين وايدين كانوا يبون يشوفون هذه الاغنيه، يبون يشوفون نورة فتحي في هذه اللقطه. طبعا يمكن المنتج الفيلم ومخرج الفيلم قال يا اخي الناس قاعده تتكلم ان هذا الفيلم وطني ونحن حاطين فيها رقصات وحاطين فيها اغاني تحس انه بس حق الجذب للمشاهدين، فخلنا نمسحها فمسحوها. فانا قاعد اقول نورة فتحي انا مش ضدها ابدا، انا اتمنى لها كل خير واتمنى ان هي تشتغل على موضوع التمثيل بجديه. إذا هي تريد تكون ممثلة فقط لا غير تشتغل بتمثيل جدية، أما راح تكون على طول مجرد وحدة يأخذونها عشان تحط لقطة رقص وممكن يسندونها بعدة مشاهد على أساس أنها نمشيها، لكن ما يعطونها دور رئيسي بهذه الطريقة. هلا وغلا. طبعا اللي بقول الحين هو موضوع يخص الفنانة نورة فتحي. فنانة هي في الرقص، فنانة هي في الاستعراض، هذا شيء لا غبار عليه، وأنا واحد من الناس اللي يتابع هذا الأشياء ويشجعها. لكن يوم نتكلم في موضوع التمثيل، أنا تكلمت عن موضوع التمثيل بكل جدية وريحية. الناس قاعد تفكرني أنا ضدها، أنا مش ضدها أبدا، أنا بالعكس أنا أشجعها وأتابعها في الانستغرام أول بأول، وأتمنى أن هي في يوم ما تحصل على دور يطلع مكنونات التمثيل، لكن حتى الآن ما طلعت هذه المكنونات التمثيلية. حتى لو قلنا فيلم بهج هي كانت قاعدة تستعرض أكثر ما هي تقدر تأدي أداء، لأن الحوارات عندها ضعيفة وعندها التلقين في الحوارات غلط، وغير أن رياكشناتها مو بصحيحة مع اللقطات. فأنا أتكلم بكل جدية، ما عندي أي ضدية لهذه الإنسانة، بالعكس أنا أشجعها وأتمنى لها كل خير. فأتمنى الناس تفهم هذا الشيء أولا وأخيرا. وبعدين اتمنى يعني من الناس اللي هم يعشقون نورة فتحي، طبعا كل احترام لهم، لكن ما يفكرون اني يعني ما اقول كلام نقد صريح اني انا قاعد اجرحهم ولا قاعد اقول شيء غلط. انا اقول هذا للمصلحة، كلامي دائما وابدا النقد السينمائي هو للمصلحة العامة وليس لمصلحتي الخاصة. انا مش مستفيد اي درهم. ويوم يجيبوا لي مثلا اسامي نقاد في الهند كبار وضخام، يا أخي نحن نعرف شو معنات النقد، ونعرف النقاد الهنود كلهم نعرفهم، ونعرف مين هو الناقد الذي يحصد على راتب من الشركة الإنتاجية عشان ينتقد في لصالحهم. الفيلم بهوج فيلم جدا سيء جدا سلبي، وليس به أي نوع من أنواع الفنيات العالية، لأن هذه الإشكالية. الناس مفكر الموضوع فيلم حلو وعلى أساس أن النقاد اللي قالوا الهنود اللي قالوا حلو، هذا المرتشين يا جماعة الخير، هذا المرتشين. وشيء الأهم من ذلك إذا أقول لكم يا الحين، لا تدخل موضوع الوطنية في الموضوع. يعني هي من المملكة المغربية الشقيقة، ومغرب دولة حبيبة على قلوبنا وعلى راسنا، ونحن الناس نحب المغرب من زمان. وأنا كثير السفر للمغرب وعرف الناس هناك، وعندي أصدقاء وعندي متابعين من المغرب لله الحمد، ويعرفوني زين. فلا تفكروني أنا قاعد أهاجم دولة على أساس أني تكلمت على ممثلة أو تكلمت على ممثلة أو تكلمت على حد. لا 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 لا، لا تخلون هذا الشيء في بالكم، وهذا شيء غلط يا جماعة الخير. هذا التهجم أبدا أبدا ما ينفع، وتهجم سلبي جدا. وأنا ما زلت عند رأيي أن نورة فتحي لها الاحترام والتقدير. أتمنى إذا هي تريد تصير ممثلة بجدية تأخذ ورش تمثيلية، وإن شاء الله راح توصل لمرحلة أن هي تنقال عليها ممثلة جيدة. نورة فتحي بوتتشيها ناسمة، بوتتشيها
कुछ जो जलवे करते हैं जो दाव पेच के जलवे जैसे के एक्शन या कूदना वगैरह कूदना अगर सर्कस में मैं देखूंगा तो मैं ताली ज़रूर बजाऊंगा उसका मतलब नहीं कि ये कूदने वाला बहुत अच्छा एक्टर है एक्सप्रेशन होना चाहिए डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए उनकी डायलॉग्स डिलीवरी में अरबिक आता है कई जगहों में इंडियन लोग अल्लाह नहीं बोलते अल्लाह बोलते हैं तो और दूसरी बात और जब आई लव यू जब बोलती थी तो आप वो एक सीन देख लेंगे इस फिल्म के अंदर उसका फेस का जो एक्सप्रेशन था गलत दिख रहा था उसका फेस का एक्सप्रेशन उस माहौल के हिसाब से उसके उस सीन के हिसाब से तो ये एक दूसरी बात है मैं नोरा फतेही को बस यही बोलता हूँ कि अगर आप और ज़्यादा अपना एक्टिंग पे ध्यान देंगे अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टिंग क्लासेस ज़्यादा एक्टिंग क्लासेस लेना चाहिए आपको ताकि और आपके पास वो एक्टिंग आ जाए।